قلبك ما كيسوتش. واش فهمت الدرس تاعي على راسي؟ وهنا الصورة شوفوا الأطفال وين راهم، راه يزرب قادر يدير مناورة خطيرة. البرنامج متكون من دروس توعوية على مدار خمس حصص بحجم 45 دقيقة لكل حصة، يلقيها دار كيان بحضور المعلم. تتمحور أهدافها إلى تعليم الأطفال المتمدرسين طريقة التعامل مع مختلف الأخطار الموجودة في الطريق وحمايتهم منها، ومساهمة الطفل بدوره في احترام قواعد السياقة السليمة. عدنا أسباب الحوادث اللي فيها طورت مرة عدنا 2، وقطع الطريق دون حذر عدنا 10 حوادث.